بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لما كانت المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض فإننا نهنئ أنفسنا نحن الفلسطينيين ونهنئ إخواننا في بلاد أندونيسيا المباركة ونهنئ المسلمين أجمعين بهذا البيت العظيم من بيوت الله سبحانه وتعالى وهذا الصرح المبارك الذي سيكون منارة علم ودعوة لله جل وعلا على هذه الأرض العظيمة أرض فلسطين مسجد استقلال أندونيسيا الكبير ونزجي بالتهاني العظيمة للشعب الأندونيسي المعطاء الذي أشرف على هذا المسجد إنفاقا وتبرعا وكان ممن يعمرون مساجد الله بالمال كما نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الأندونيسية وللرئيس الأندونيسي على هذه الرعاية العظيمة كما نتقدم للإخوة الكرام في جمعية كاسي فلسطين الذين أشرفوا على بناء هذا المسجد طوبة طوبة ولبنة اللبنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم وأن يجزيهم الخير وأن يجعل هذا في صحائف أعمالهم يوم القيامة كما ندعو الله جل وعلا كما من علينا ببناء مسجد استقلال أندونيسيا الكبير أن يمن علينا بالاستقلال والحرية والصلاة في المسجد الأقصى المبارك نحن وإخواننا أهل الشرق أكبر دولة إسلامية أهل أندونيسيا قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله جل وعلا وبإذن الله جل وعلا هذا المسجد يكون منارة علم ودعوة بإذن الله جل وعلا ينعم أهل غزة وأهل فلسطين بالصلاة فيه ليكتب الله جل وعلا الأجر لكل من ساهم فيه بناء وتشييدا ورعاية وإحاطة بالحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله محمد سليمان الفرة خطيب مسجد استقلال أندونيسيا الكبير ورئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس ونائب عميد الجامعة الإسلامية فرع الجنوب.